السلام عليكم ورحمة الله. تنشكروك الأخ زكريا وتنشكروا الطاقم التقني ديال شوف تي في والجريدة ديالكم اللي ديما حاضرة معنا. تتشوفوا هذه النسخة، هذه اللي هي النسخة الثانية لدوري كأس المسيرة الخضراء اللي هما تتنظموا الجمعية ديالنا، الجمعية الرياضية المشجعين نادي الكوكب الرياضي المراكشي، اللي دا الافتتاح ديالو في النزاهة ديال مولاي الحسن باب جديد، والنهاية كان في مركب الكابين اللي هو مركب دولي. تتشوفوا الافتتاح كان في عيد المسيرة الخضراء نهار 6 نوفمبر، والنهاية عندنا نهار مناسبة ديال عيد الاستقلال مركب الكابيل اللي توخرت فيه النهايه علي بن الفلاح ومطعم بودابار اللي هما الناس لعبوا دابا هما لاعبين. وتنشكروا الشركه ديال سونارجيس اللي ساهمت معنا التهيئه واللي عطتنا اليد للمساعده. تنشكروا السيد الوالي حتى هو اللي جا شرفنا جديد السي فريد شروق اول خرج عليه، غادي تنشكروه بزاف لان تقبلوا الفكره. تنشكروا الامن الوطني، القوات المساعده، الوقايه المدنيه، التظاهره هذه الحمد لله احنا خرجنا هاد العمال هادو. تتشوفوا مدينه مراكش هاد السنه هادي جا الزنزال ديال الحوز، الزنزال ديال اللي كان في مدينه مراكش وكان المستوى الحوز، جا هاد العمال هادو لقاوهم الزنزال في العمل ديالهم، بقاو تيفكروا حتى هما وبقاو بنادم كاين اللي تاثر. الحمد لله فكرنا نديروا هاد الدوري هذا، اما الحمد لله كل شيء ناج دابا، كل شيء فرحان، خلقنا واحد التعارف، واحد لومبيونس، وعرفتي الرياضه الحمد لله راه تطلق كل، والجمهور ها هو تبارك الله راه كاينه واحد 1500 ولا 2000 الحمد لله، وعلاش لا غادي يكون اكثر، ونسخه على نسخه غادي غادي تطور الحمد لله. وتنشكركم حتى انتم اللي ديما حاضرين معنا، وها انتم تتشوفوا لومبيونس، واليوم الاثنين وكاين الجمهور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام الاتمين الاكملين على مولانا رسول الكريم. مرحبا بالاخوين الكريمين في شوف تي في، ومرحبا بالحضور الكريم في هذه المقابله النهائيه في دوري المسيره الخضراء المضفره، وتخليدا ايضا لذكرى عيد الاستقلال المجيد الذي تنظمه الجمعية الرياضية لمشجعي الكوكب المراكشي في نسخته الثانية، والذي يجمع بين فريقي أبو دبار وفريق علي بن الفلاح. كما تشاهدون حضور جماهيري لا بأس به، يتابعون هذه المقابلة بشغف ويشجعون فريقيهم بكل ما أوتوا من قوة ومن وسائل نظمت قبل حضور هذه المقابلة. هي مقابلة كما قلت نخلد فيها والشعب المغربي ايضا قاطبه ذكرى 48 لاحتفالات الشعب المغربي بذكرى المسيره الخضراء المضفره وبذكرى عيد الاستقلال المجيد. ومن خلال هذا الاحتفال نجسد ايضا اعترافنا الدائم بمغربه الصحراء وبولائنا لقائدنا المفدى جلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده واقر عينيه الكريمتين بولي عهده المحبوب مولاي الحسن. إذا هذه الاحتفالات تأتي في هذا الإطار، وهذه النسخة الثانية تعرف نجاحا كبيرا كما عرفت أيضا النسخة الأولى التي نظمت بملاعب 20 غشت بمدينة مراكش. نحن باش نبينوا للشعب المغربي وكافة الوطن كله بأن احنا يد واحدة وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لأننا احنا بحال هاد الأعياد اللي كتاح لنا فرص باش نديروا دوري، لأنه فاش يتلاقاو بحال كما كتشوفوا تخرت عندنا بودابر هي والشيعة وعند علي، بأنه باش يكون ذاك التجانس وتكون ديك الصلة بين المؤسسات السياحية داخل مدينة مراكش، باش نبينوا بواحد الصيت باش أنه مراكش عالمية رغم الظروف اللي مرينا فيها في الزنزال الاخير، رغم ان كل شيء انا مراكش لا خوف عليها. وكما كتشوفوا انه كان صدد بانه حضور السلطات المحليه والناس الفعاليه الرياضيه داخل مدينه مراكش وخارج مدينه مراكش. وكما كنقولوا الحمد لله داز الدوري من الاول ديالو الى النهايه ديالو اللي كتحضروا لها دابا انتم مشكورين قناه الشعب شوف تي في اللي كتحضروا انهم كتشوفوا الدوري داز كل شيء. اللي حضرتوا معنا نعاود نكرر اللي حضرتوا معنا من اللقاء الافتتاحي الى لقاء النهايه الحمد لله كان كل شيء داز بسلام وبسلام، وكنتمناو باش انه هذه المباراه النهائيه تدوز في واحد الطابع رياضي خم لانه اللي استمتع الجمهور هذا الحاضر. وشكرا.